بسم الله الرحمن الرحيم. الدم الخارج من الإنسان إن كان من السبيلين من القبر أو الدبر فهو نجس وناقض للوضوء قل أم كثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقا، وهذا دليل على نجاسته وأنه لا يعفى عن يسيره، وهو كذلك، فهو نجس لا يعفى عن يسيره وناقض للوضوء قليله وكثيره. وأما الدم الخارج من بقية البدن من الأنف أو من السن أو من جرح بحديدة أو بزجاجة أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء قل أو كثر. هذا هو القول الراجح، أنه لا ينقض الوضوء شيء خارج من غير السبيلين من البدن، سواء من الأنف أو من السن أو من غيره، وسواء كان قليلا أو كثيرا. وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس وأنه يجب غسله، إلا أنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه، والله أعلم. ابن عثيمين رحمه الله.